التواصل يستمر مشاهدينا متابعينا الكرام، وتحيتنا وهي تحية الإسلام الخالدة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته تتجدد إلى مسامعكم في تجدد أشواط مساء هذا اليوم. ينطلق بحفظ الله ورعايته الشوط الرابع، رابع أشواط مساء هذا اليوم، ليحمل الثنايا الأبكار، يحمل شعارات أصحاب السمو الشيوخ على ظهور الأصايل في هذه المؤسسات العملاقة، ورفقة الأخوة المضمرين المتابعين لهذه الانطلاقات، شاشة دبي ريسنج مشاهدينا متابعينا الكرام التي تنطلق مع هذه الأسماء وهذه الشعارات في النقل الحي والمباشر، أبحر في عمق الميدان مع الأصايل وتقدم إلى أفراح اللي تقود المشاركات لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، يضمرها طارش بن مبارك بالقوبع المركز الثاني، تتقدم في الشاهينية، وعلى ثالث المراكز كذلك الشاهينية يحملن شعار هجن العاصفة، يتقدم غياث الهلالي في عملية التضمير. المركز الرابع هذه صبا، صبا تعود ملكيتها لسمو الشيخ محمد بن خليفة بن سيف النهيان علي بن سعيد بن مبروك الوهيبي، يتولى عملية تضميرها وتدريبها. المركز الخامس، خامس المراكز الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عبيد بن محمد بالضبيعة، يضمرها المركز السادس، سادس المراكز وهذه عجيبة عجيبة لسمو الشيخ أحمد بن مكتوم المكتوم، يضمرها الشاعر حميد بن بدر العليلي، يتقدم في تضميرها. المركز السابع والثامن الشاهينية، والشاهينية من هجن العاصفة يدير تضميرها غياث الهلالي. والمركز التاسع الشاهينية في تاسع المراكز تحمل شعار هجن الرياسة، يدير تضمير الشاهينية اللي هو حارب بن مغير العميمي، يتقدم مشاهدي العزاب وسلطان في عملية التضمير والمشاركة الجميلة والرائعة بهذه الانطلاقات وهذه التحديات في هذا الاندفاع. هذه نتيجتنا الأولى للمراكز الموجودة والمتقدمة في هذا الشوط، المتنافسة على شرف الناموس في شوطنا الرابع في 8 كيلومترات، مع الثنايا في هذا الاندفاع والانطلاق. بعد أن أكملنا النداء نعود مرة ثانية، والعود أحمد إلى المقدمة، إلى تبادل المراكز، إلى ما يدور ما بين المشاركات من الثنايا في هذا الأداء وفي هذا التنافس. نعود إلى المركز الأول مرة ثانية، نتابع هذه الانطلاقات. المركز الأول الشاهينية غيرت إلى مقدمة الشوط، العاصفة العاصفة تتقدم مشاهدين العزاء، تقدم الشاهينية وتقدم الشاهينية مع غياث الهلالي في هذا الاستعداد، في هذا الاستعداد مع شعار العاصفة، العاصفة في هذه الانطلاقة والتحديات الجميلة اللي مزعمات ومطليات الروس بالشامي العتيج، مهمهن ومكابرات أنبل ريج ويبس ريج، هجن العواصف عاصفات، والعاصفة عصف حريج. يا غياث يا غياث الجماهير والموسم وهذه الأيام، استعداد باين وجميل للغاية، نتمنى التوفيق للجميع. المركز الثالث، الثالث صبا، صبا صبا لسمو الشيخ محمد بن خليفة بن سيف آل نهيان علي بن سعيد بن مبروك الوهيبي، يتابعها في عملية التضمير وهي في المركز الثالث. المركز الرابع مشاهدي العزاء، هذه الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع عبيد بالضبيعة اللي يدير تضميرها. المركز الخامس، خامس المراكز هذه عجيبة عجيبة لسمو الشيخ أحمد بن مكتوم المكتوم، يضمر عجيبة حميد بن بدر العليلي كذلك
في هذا التاريخ الجميل، في هذه الانطلاقة والإنجازات والتحديات مع أبو سيف الشاعر حميد بن بدر العليلي، في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع. أفراح 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 في هذه الانطلاقة تندفع حاملة كذلك تحديات الناموس والأثارة على المركز السادس لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، ويضمرها أبو بطي طارش طارش بن مبارك بالقوبة حمل مضمر الشرق الأوسط في هذا الاندفاع والانطلاق الجميل. المركز السابع وصلت مشاهدين العزاء الشاهينية من هجن الرياسة، يقدمها أبو سلطان حارب بن مغير العميمي، يتقدم مع الحمر الخطر. والمركز الثامن والتاسع الشاهينية والشاهينية من هجن العاصفة بقيادة وتضمير غياث الهلالي. هذه الأسماء وهذه الشعارات الحاضرة في هذا الشوط المنطلقة مع هذه الأسماء ومع شاشة دبي ريسنج في النقل الحي والمباشر في هذا الانطلاق والاندفاع. 8 كيلو مترات 8 كيلو مترات رقص الكبار ومتعة الكبار، ويا مجمل الرقص مع الكبار في الفترة المسائية خصيصا، رقص الكبار جميل للغاية. الله يا سلام يا سلام، عودتنا مرة ثانية بعد ندانا الثاني وبعد ذاعتنا الثانية نعود لنتابع ونرصد هذه الأسماء وهذه الشعارات وهذه الأرقام اللي تتغير وتتبدل من مركز إلى مركز. الشاهينية مع عديل 3 كيلومترات أو قريب من 3 كيلومترات، حزام الغابات على اليمين بأجمل الأصوات والذكريات الجميلة والرائعة في هذا المنظر في ميدان المرموم في هذه الانطلاقة. الشاهينية من هجن العاصفة على رأس الحربة، على رأس الحربة تندفع بالمركز الأول، يضمر الشاهينية غياث الهلالي ما شاء الله، تتلفت على اليسار واليمين، ولكن الأسماء قادمة غادم الأسماء في هذا الانطلاق وفي هذا الاندفاع. الشاهينية أيضا من هجن العاصفة على المركز الثاني، الشاهينية من هجن الرياسة وصلت على المركز الثالث، المركز الرابع الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، المركز الخامس عجيبة لسمو الشيخ أحمد بن مكتوم المكتوم، والمركز السادس الشاهينية من هجن العاصفة، المركز السابع الشاهينية من هجن العاصفة، المركز الثامن ثامن المراكز صبا لسمو الشيخ محمد بن خليفة بن سيف النهيان، المركز التاسع أفراح لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم. هذه النتيجة، هذه النتيجة للمراكز المتقدمة التي تندفع في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع. العودة إلى المراكز الأولى، العودة إلى الانطلاق الأول في هذه الأمسية وفي هذه الانطلاقات. غيرت الشاهينية، غير الحمر الخطر ما شاء الله، أتت من خلف المراكز وغيرت الأمور كلها، انطلقت إلى المقدمة إلى المركز الأول. الشاهينية الشاهينية على رأس حربة الشوط وتندفع بالمقدمة. الشاهينية من هجن الرياسة يقود تضميرها حارب بن مغير العميمي، يتقدم في هذه اللحظات على المركز الأول على الانطلاق الأول. المركز الثاني ثاني المراكز تتقدم الشاهينية بشعار هجن العاصفة، يتقدم غياث الهلالي، والمركز الثالث كذلك الشاهينية بقيادة غياث الهلالي، والرابع الشاهينية كذلك مع العاصفة وهجنها. المركز الخامس الشاهينية من هجن تتقدم أيضا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وبالضبع يدير تضميرها في هذا الاندفاع والانطلاق. يا سلام يا سلام، عودة إلى المراكز الأولى. انفردت الشاهينية، باعدت الشاهينية، انطلقت بها هذا الاندفاع. في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق الجميل نعود
ونتابع هذه الانطلاقات وهذه التحديات الشاهينية ما شاء الله بالاندفاع بالشعار الحمر شعار يهجن الرياسة يدير تضميرها حارب بن مغير العميمي. المركز الثاني الشاهينية من هجن العاصفة يضمرها غياث الهلالي. المركز الثالث الشاهينية من هجن العاصفة. والمركز الرابع أيضا الشاهينية من هجن العاصفة. المركز الخامس تحركت الشاهينية أيضا من هجن العاصفة ما شاء الله. نسير مع الكيلو الأخير مع الكيلو الأخير في مسار هذا الشوط في انطلاقة هذا الشوط الجميل. آخر كيلو في المسار والشاهينية هناك على المركز الأول بشعار هجن الرياسة حارب بن مغير العميمي يتقدم مع الشاهينية بالمركز الأول ينطلق حاملا هذه التحديات وهذه الأثارة الجميلة في الشوط. المركز الثاني الشاهينية من هجن العاصفة يضمرها غياثة الهلالي. واللحظات الأخيرة 600 متر الأخيرة جولة الأوامر جولة الأوامر الشاهينية على المركز الأول. المركز الأول هذه المنطلقة هذه المندفعة ما شاء الله صدرت الأوامر صدرت الأوامر بدأ الاندفاع بدأ الانطلاق من الشاهينية اللي في المركز الأول بشعار هجن الرياسة حارب بن مغير العميمي يقدم النقطة الثانية في مساء هذا اليوم. يقدم بو سلطان كذلك شعار هجن الرياسة بالأداء الجميل بالانطلاق الرائع في هذه التحديات. تهانينا والناموس لحظات وصول الشاهينية على مقدمة الشوط بهذا الاندفاع. تهانينا لهجن الرياسة والتهنئة موصولة لحارب بن مغير العميمي على متابعته هذا الأداء الجميل تقدم الشاهينية. المركز الثاني الشاهينية من هجن العاصفة أتت في المركز الثاني. المركز الثالث الشاهينية من هجن العاصفة كذلك على المركز الثالث. والمركز الرابع الشاهينية من هجن العاصفة عجيبة في المركز الخامس له اسمه الشيخ أحمد بن مكتوم المكتوم. هكذا النتيجة. نعود إلى التوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام في مسار هذا الشوط وانطلاقاته وتحدياته الجميلة الحاضرة في أرضية هذا الميدان وهذا الاندفاع الجميل والشيق والرائع. نعود إلى المركز الأول. نعود هذه الشاهينية لعادي إفادة بالتوقيت الزمني 12 دقيقة 40 ثانية 7 أجزاء من الثانية توقيت الشاهينية من هجن الرياسة. وشكرا بو سلطان حارب بن مغير العميمي من تابعها 12 دقيقة 42 7 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة تهانينا لغياث الهلالي. المركز الثالث التوقيت الزمني 12 دقيقة و45 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا لهجن العاصفة تهانينا لغياث الهلالي.